رئيس الجمهورية شخصية ما بعرفها شخصية. نحن عندنا 3 أيام أضراب أضراب شوفيرية التاكسي، هدول المحرومين من كل شيء، بده طعمي عائلته، بده طعمي ولاده، والضمان الاجتماعي هذه أكبر مؤسسة قاموا فرموها من ذبحوها ذبح 90% كنا بدفع 10%، يا عيب الشوم عليهم. نازلين من شانهن الدولة بالأساس لما قررت تشيل الدعم عن البنزين قال في تنكي مدعومة للشوفير التاكسي عشان يقدر يشتغل، وكتاكسي نحن شغلنا مع كل الناس الطبقة المتوسطة والفقيرة، هيدا الفقير اللي بيقبض 1.5 مليون قد بده يحط أجار طريق كل يوم، ونحن ما بنقدر ناخد من العالم إلا بالمعقول، وهيدا الشيء نحن ما بيكفي لنا حتى بنزيناتنا. قطع السيارات على الدولار، كل شيء على الدولار، أنا امبارح لمبة مغيرتها بسيارتي دافعة 200,000 ليرة. الشوفير عم يشتغل يعني لا تغزني 6 دولار يشتغل ل 13 ساعة 14 دولار 14 ساعة على 6 دولار. ليش؟ لأنه البلد هيك. طب يلا قرب عم تاكل أكل هلا.